كانت سبب في تغيير ملامح الحياة حوالينا كلنا طبعاً. وزارة الزراعة اعتنت بأنها تحول الزراعة إلى الزراعة الذكية بأساليب جديدة، منها الرقمنة اللي دخلت على كل مستجدات الزراعة في مصر، وكارت الفلاح الذكي اللي تم إصداره مؤخراً. عايزين نعرف تفاصيل عنه وإزاي هيفيد الفلاح، وخصوصاً مع ربطه بكارت ميزة الذكي. المزارع محتاج يعرف إيه هي الرقمنة، ومحتاج يعرف إزاي يستفيد من الخدمات الإلكترونية اللي بتطلقها وزارة الزراعة. طبعاً كارت الفلاح ده واحد من المحاور الرئيسية اللي بيقوم عليها منظومة التحول الرقمي في القطاع الزراعي. وإحنا بنتكلم في القطاع الزراعي، إحنا وزارة الزراعة متبنية فكرة التحول الرقمي الحقيقي للقطاع الزراعي. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي بدأنا نحصر الخدمات المقدمة للمواطن أو للفلاح المصري، وبدأنا نعددها وإزاي نقدر نخلي الخدمة اللي بتتقدم دي شكل سهل جداً والفلاح يقدر يحصل عليها وقاعد في بيته. طبعاً بيتم الربط دلوقتي مع مصر الرقمية، مع بوابة مصر الرقمية، علشان نقدم هذه الخدمات تبقى بشكل مباشر من خلال بوابة مصر الرقمية، وعندنا كمان من خلال الموقع الرسمي للوزارة اللي بيتم تطويره وتحديثه دلوقتي. كمان كارت الفلاح هيبقى رابط مع كل هذه المنظومات، مع كمان منظومة الرقم القومي وما إلى ذلك من بيانات قد تكون مطلوبة علشان نسهل على الفلاح. كمان هذا الكارت تم تحويله إلى كارت مدفوعات زي ما حضرتك ذكرتي، وبالتالي بتتحول الجمعية الزراعية من مجرد أنها مكان بنصرف منه السماد من خلال الكارت إلى مكان يقدم كافة الخدمات الحكومية اللي بيحتاجها المواطن من خلال الجمعية. وكمان الجمعية دي تعتبر زي بنك صغير، الفلوس بتنزل للفلاح على الكارت يقدر يصرفها من خلال الجمعية الزراعية، يقدر يشتري كل مستلزماته من خلال الجمعية الزراعية، يخلص كافة المعاملات اللي هو محتاجها من خلال الجمعية الزراعية، وبالتالي بنبسط حياة الفلاح بشكل كبير جدا. كمان احنا عندنا دلوقتي بيتم العمل وبيجري العمل بقدم الوثائق لإطلاق تطبيق يخدم الفلاح، تطبيق إلكتروني من خلاله الفلاح يقدر بكل بساطة يعرف كل المعاملات اللي يقدر يعملها لقطعة الأرض بتاعته بشكل يومي وبشكل لحظي، من خلال بقى ما يحدث في الأرصاد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، باستخدام منظومة الاستشارة عن بعد. كمان يقدر من خلاله يصور المرض معين أو يصور النبات بتاعه، ويقدر يحصل على الإفادة وعلى المعلومة السليمة بشأن التعامل مع هذا المرض والأدوية اللي يقدر يستعملها أو المبيدات اللي يقدر يستعملها.